صباح الخير أحبائي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا وفقرة الأبراج لهذا اليوم. أتمنى لكم نهار رمضاني مبارك مليء بالمغفرة ومليء بالخير ومليء بالمحبة دائما وأبدا. في هذه الأجواء الرمضانية إن شاء الله ندعو الرب سبحانه عز وجل أن يكفينا شر هالجائحة اللي دنمر بيها، وإن شاء الله يكون مسكها ختام. تحياتي الصباحية القلبية إلى من يشاهدنا وكذلك إلى زملائي في كل كادر قناة الرشيد، أهلا وسهلا بكم ومرحبا. ما زال القمر أحبائي متواجد في برج العقرب المائي، وقلنا أنه الفترة شوية بيها دقة وتتطلب من عندنا الأمور الفلكية أنه نحاول قدر المستطاع أنه نغلب دائما الحكمة على الحكمة والعقلانية على أمور الحياة الأخرى. ليش؟ لأنه نراعي كذلك هناك كواكب أيضا موجودة في منظومات نجمية أخرى، في مواقع أخرى يكون القمر وهو في حالة البدر يشاكسها. فهذه الفترة هي عبارة عن حرب كواكب. هاليومين إجا دخل القمر في موقع اضطر إلى أنه يكون في يشكل زوايا، قسم منها مواجهة وقسم منها تربيعية، مع كواكب أيضا لا تخلو من التأثير. فإن شاء الله بكرة الجمعة تختلف هالأمور وينتقل القمر إلى برج القوس، تختلف هالمواجهة، ونبدي من بعد ذلك الأبراج اللي ذكرت عنها متضررة نحاول أنه هالطاقة السلبية نستخرجها من جسمنا بواسطة الأمور الطبيعية والبسيطة اللي ذكرناها، حتى لا يصير عندنا تراكم بالأمور. تتمركز دائما الطاقة السلبية في منطقة الرأس، في منطقة العظام، وفي منطقة الصدر والقدمين. فهم ليش يقولون انه القدم من عذرا يحطوها في ماء وملح وخل حتى من خلالها يستخرج الطاقة السلبية؟ وكذلك القدم سبحان الله لها علاقة بكل نواحي الجسم، لها علاقة بالقلب، بالغدة الدرقية، بالكبد، بالبنكرياس، حتى بالرأس، بالوجه، يعني هالأمور. وكل أصبع يحطوه أو كل مكان في القدم يحطوا له فالتأثير معين يمسكوه. حتى أكو قسم يمسك موقع من الجسم في عذران القدم فيعرف وين أكو مشكلة. هذول البارعين والمتخصصين جدا في اللي لهم باع كبير في يعني الأمور الطبية والمعلومات الإنسانية اللي تخص الطب. فهالأمور هذه دائما نتابعها. بعد تخلصنا من هالطاقة السلبية واجب وجوب أنه نتخلص من الطاقة السلبية حتى لا تتمحور وتتمركز وتتكوم عندنا هذه الطاقة السلبية، يجب أن تستخرج من الجسم. هذه من باب ذكرنا أنه القمر راح يكون بكرة إن شاء الله ببرج القوس، ورح يبقى أيضا يمكث إلى غاية يوم العاشر من شهر 5، حيث ينتقل إلى برج الجدي، إلى وقت لقائي بكم. طيب، في هذا الخضم في خلال يومين ما رح نقدر نقدم لكم التوقعات، لذلك رح ننطيكم التوقعات القمر المتواجد في برج القوس الناري في اليومين المقبلة، لأنه قد لا يعني يكون إن لقاء وياكم، فننطيكم التوقعات مسبقا. هذا من باب آخر إن شاء الله أستقبل اتصالاتكم وأرد عليها بكل امتنان، شاكرة مواصلتكم معي وشاكرة أيضا لمشاهدتكم الفقرة. نبدأ الآن ببرج القوس. حينما راح يدخل القمر إلى برج القوس ويكون في اليومين المقبلة في برج القوس الناري، كيف ستكون الأوضاع؟ برج القوس بصورة عامة يرمز إلى الحياة الدينية والروحية، إلى العلم، إلى الثقافة، إلى التطلع، إلى الورع، إلى
هو بيت يعتبر بيت إيجابي. وكذلك المشورة، الفهم، العقلانية، يعني الأمور اللي ترمز إلى الإنسانية اللي نشملها تتمحور في جانب الروح وجانب العقل. طيب إذا دخل القمر هل هناك من مشاكس؟ راح تخف المشاكسة مع زحل والمريخ، وراح تخف المشاكسة مع أوكي. أستقبل عفوا عائشة من الأنبار بصباح هالفقرة أول متصلة معي. أهلا وسهلا عائشة بنتي العزيزة. سجلنا رمضان كريم. يا أهلا وسهلا، صباح الورد بنتي العزيزة، ورمضان كريم على الجميع يا رب. سجلنا، بس أريد أعرف 19/5 برج نعم. الثور هو يعني مخطوبة مع برج الجدي، إذا أكو توافق وإمتى يكون الزواج؟ برج الجدي شقد بي ماما؟ والله ما أعرف شقد بي بالضبط. ها يعني بس برج الجدي وقبل، اوكي أيه. ماشي. وممكن اذا ممكن برج القوس 28/11 وبرج الاسد 6/8 اكو خلاف، يعني انت نعم. حل هذا الخلاف، هم خطوبه واذا اكو زواج بينهم، يعني هم مخطوبين وبس يريدون معرفه الخلاف. ماشي أيه بنتي نعم. ماشي ماشي حاضر، شاكره لك بنتي العزيزه، الله يباركك. فطومة يسعد صباحك، رمضان كريم بنتي العزيزة. رمضان كريم عيد سجيان. أهلا وسهلا بنتي، أهلا بيك يوم. الله يخليك يا سجيان. الله يسلمك، أنتو زينين. أنا فرحانة حصلت السجيان. أنا الفرحانة سمع صوتك كل الهلة، تفضلي. سجيان أنا 26 بعد، أنا قبل فترة خابرتك. نعم يوم. والزوج الحالي اللي وياي بالجنسيه هو يقول ناتينا بصفر 17/1، ما اعرف البرج مالته شنو. 17/1 واذا 17/10 اي برج، يعني هو يقول اني 17/10 بس انا ماشي على 17/1، يعني انا وياه نتفق مره، يعني بحيث انا اريد انا اريد يطلقني صراحه. اوف انا القوس، القوس دائما في الجنان ما تحكي نوايا علي، بينما القوس مظلوم، يعني اكو 23/2 في الجنان، كان جوالي 23/2 و28/2 اريد اعرف ابراجهم و8/9 اي و1/1 اريد اعرف ذول الهم رجعه الي. جانا قبل فتره قلت لك راح كل شيء بزواجي هذا اللي تزوجته، جانا الهم رجعه، انا راح انجن، انا راح انجن في الجنان. اسم الله اسم الله. يعني انت حكي شخصت ديش المغامي، قلت بادري بول وبادرت برسالة حضر ودز فيديو صديق دز البنتي حضر، يعني انا ريش لي رجع جهالي لي راح نجنس الجنان، وهذا رجال شنو يعني شنو بالله اقوي اصبع طعش راحت اطلت اطلي. لا حول الا يا ربي والهي، حقك ماما، حقك حقك بنتي. سجلال انا اللي بس الله هو صح وقف، يعني ما قلت لك لا بالشده اللي مريت فيها، بس حاليا مقصر يا بابا، يعني انا لوحدي حاسب ايش الحايل، ما عندي انا يعني ما عندي احد، لا عيل بقولي من ورا زواجها، لا جهال بقولي، اي دارج انا بقلب عليهم سجلال اكو رسائل. لا عاد انت هسه وين قاعده بنتي؟ فطومة، لا حول ولا قوة إلا بالله يا ربي وإلهي، شنو هاي الأمور؟ يعني إحنا ما أفضل يعني هل القسوة الموجودة عند البعض، يعني هل من الممكن أنه توصل إلى هالحد؟ يعني إحنا هسه في أشهر دمر بجائحة دا تخلي الإنسان يفكر في أنه يحاول أنه يعني هو ولو بالأوقات الاعتيادية يحاول أنه يكون إنسان بمعنى الكلمة، يعني وهاي الجائحة اللي مرت علينا اللي بعد ما يعرف الواحد إذا يعني أصبح يهدد الحياة، فهل من الممكن أنه ماكو أحد يمكن يراجع نفسه على فد موضوع، يحل السلام يحل الخير؟ إجا دخل علينا شهر رمضان الكريم، شهر اللمة، شهر الخير، شهر الـ هذا، يعني يا ربي دعوة المظلوم
تستجيبها بهالأيام المباركة. يا ربي إن شاء الله ترجع بأقرب وقت ممكن، وإن شاء الله الله ما يخلي حمل مطروح أمي. طولي صبرك، لأنه أنا عارفة حقك رح يجي، أولادك يرجعون وحقك رح يجي، وسبحان الله ما ينسى عبده، سبحان الله ما ينسى عبده. يجوز الله يساعدها، لأنه بصراحة يعني الأم صعب جدا من ما تلتقي بأطفالها، وصعب يعني صعبة جدا، يعني ما أعرف. الله يساعدها، الله يساعدها. دائما الصلاة الجماعية تنطي مفعول كبير. أتمنى من كل اللي شاهدني، لأن إحنا كلتنا فاطمة بتنا وأختنا وحبيبتنا وبت بلدنا، يا ربي يرفع عنك وتدعون لها دعوة. يعني أتمنى من كل قلبي بهالأيام كلكم اللي تشاهدوني تدعو لها، الله يفرجها عليها إن شاء الله، وإن شاء الله بأقرب وقت الله يفرجها عليك بنتي. وأنا واثقة لأنه راح تجي فترة راح أتكلم عنها راح تكون صعبة على كل ظالم، صعبة على كل ظالم، لأن المثلث الهو الترابي بلش ينتهي. أكو في علم الفلك مثلثات، هذه المثلثات مو هاي اللي نستعملها بالهندسة والجبر من كنا ندرس، لا، أكو مثلثات الفترة هذه، أكو مثلثات تطول، أكو 20 سنة، أكو 10 سنوات، أكو تطول يعني مسافة أكثر. فأكو مثلث صار له 20 سنة من سنة 2000 ابتدأ، إحنا هسه بال2020، يعني هذا مثلث راح ينتهي. هذا يسموه المثلث الترابي، المثلث الترابي راح ينتهي في هذه الفترة، راح ينتقل يجي بعده مثلث هوائي يطول 20 سنة أخرى. فهالمثلث الهوائي في نهاية المثلث الترابي اللي راح نشهده هسه، ثقوا واعتقدوا، لا أكو مظلوم راح يبقى مظلوم، ولا أكو مأكول حقه راح يبقى مأكول حقه، ولا يعني أكو أحيانا الناس تقول إحنا انظلمنا ومرينا بظروف صعبة وجت علينا أيام حتى نقول سبحان الله شقد ما يعني نطلب ونتضرع، وكأنما يعني لا فائدة، لا 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 حاشا لله، كل شيء إلى فائدة وإلى وقته. هذه فترة راح يسموها فترة رد المظالم، وهذه السنة رغم كونها دقيقة جدا بكل أمورها، يعني اللي مرينا بها ودمر بها، ولكن في نهايتها راح يكون رد المظالم، رد المظالم. ليش؟ لأنه المثلث الهوائي، وهذا كلامي لفاطمة وكلامي لكل المشاهدين، هذا المثلث الترابي راح ينتهي في هذه السنة، 20 سنة يطول، وراها راح يبدي مثلث هوائي يستمر 20 سنة. لا راح يبقى أحد يشكو من الظلم ومن ظالم ومن شخص متسلط إلا ويأخذ حقه، إلا ويأخذ حقه. أنا متفائلة خير وأقول يا بنتي صبرتي، لكن ثقي راح تتعدى سنة 2020 وأنتي ماخذة حقك ثالث ومثلث. وإذا ما عندك أحد، إحنا كلتنا عندك، شعب كامل العراقي أبو الغيرة، العراقي أبو الغيرة، وأنا من ذكرتها وأعرف وقايلتها إذا في مجال حديث في مجال عام أو إذا في مجال تلفزيون، سبحان الله من خلق العراقي خالق ويا عاجن ويا الغيرة، الغيرة. لا تقولين ما عندي أحد، كلتنا عندك، كلتنا عندك، وإحنا تحت الخدمة والأمر. لا ما نريد نسمع بنية من بناتنا تقول هالكلام هذا. إن شاء الله أريدش تصبرين، بس تصبرين وقولي يا رب، والدنيا ما خلصت بنتي، سبحان الله رح ينظر لك بعين العطف، وهذه السنة يا فاطمة ما تخلص إلا وحقك مأخوذ، إلا وحقك راجع لك. ما أكو شخص تعامل بطريقة غير راقية مع شخص وظلمه راح تفوت عليه هذه السنة
إلا يتعاقب. هذه فشيء إحنا نعرفه فلكيا، فنحاول إنه دائما يعني الله سبحانه وتعالى ينطينا الحياة حتى نحاول دائما بخلال هالجائحة اللي مرينا بيها وخلال هالأيام المباركة اللي نمر بيها نراجع نفسنا حتى نصلح كثير من الأمور يمكن، ونعم المحبة والخير والسلام. هذه لازم تكون عنوان ينكتب على جباهنا. فإن شاء الله يا ربي يكون هذه الأمور بصالحك. أنت كمولودة برج القوس كانت الأمور ضدك، وخصوصا هالثلاث سنين شفتي ما شفتي. صح، برج القوس شاف ما شاف، اللي صار عنده شخص طالب بفلوس اكل حقه، او زواجات فشلت، او انصاب يعني بصحته، او صادفته مشاكل، او احد احبائه او اقربائه شاف ما شاف. يعني كثير من الامور يمكن حسب الحياة، كل واحد حسب ظرفه، لكن هذه الامور انتهت. محاور القمر من ان شاء الله من يوم منتصف هذا الشهر، وراح اتحدث عنها بتفصيل حتى يعني أخلي لكم فد إحاطة، أتحدث عنها بتفصيل. هذا التفصيل إن شاء الله رح يشيل كثيرا من مواليد برج القوس عائق، وكذلك وجود الكواكب اللي رح يبدي تختفي شوية شوية، رح يكون عندكم فد نوع من الصفاء، ورح يكون عندكم نوع من جلي الهموم شيئا فشيئا. ومثل ما ذكرت لكم حول هذا المثلث، المثلث الترابي زائل وسيأتي بعد مثلث هوائي. المثلث الهوائي يتسم بالعدالة، يتسم بالخير، يتسم بالألفة، بالإنسانية. هاي الأشياء كلها مشجعة جدا، فكل صاحب حق راح يرجع له حقه. هذه السنة ما تفوت يا فاطمة يا بنتي إلا وأنت خير إن شاء الله، وراجعت لك أمورك. لا تبكين لا تبكين، احنا المرأة العراقية اخت رجال، ما تبكين، قولي يا رب، قولي يا رب، وان شاء الله حقك يرجع لك بنتي. بالنسبة الى الوضع الفلكي العام، الوضع الفلكي العام مثل ما ذكرنا مواليد برج القوس راح يدخل القمر الى برج القوس، واليوم الله دا يريدنا نحكي على برج القوس. وبتنا فطومة من مواليد برج القوس، فأحبائي مواليد برج القوس راح يدخل لكم القمر، وعدكم فترة إيجابية أسبوع كامل زين. نقول يا الله الفترة تقول إنه هالأمور هذه راح تعلو اللي ذكرتها بوجود القمر المكتمل، راح ينتقل إلى برج القوس. المعرفة الروحانية، الخير، الرؤى، يعني كل ما يخص الروح وكل ما يخص العقل، من ثقافة، من علم، من حكمة، من منطق، من أمور أخرى، فهذا راح يعلو. فد لمحة إيجابية، ماكو عندنا فد أشياء عدا راح يشاكس نبتون المتواجد في برج الحوت، بس يعني راح تكون الفترة أهدأ نسبيا إلى فترة أكثر هدوء في انتقال القمر إلى برج الجدي. أيضا من ينتقل راح تكون أيضا لا بأس بها الفترة، فلاحظوا يومين شوية دقيقة مقابلها أربعة أيام إيجابية. فنقول يا الله الأبراج اللي راح تكون أكثر يعني أكثر توفيقا وأكثر طاقة إيجابية هي مجاميع القوس بالدرجة الأولى، مجاميع العقرب، ثم الميزان، ثم الأسد، ثم الحمل الناري، ثم الدلو. لا بأس للسرطان ولا بأس للثور. هذه الأمور لاحظوا كم الأبراج المستفيدة من هذا التواجد. أما الأبراج اللي ممكن تكون غير مستفيدة من هذا التواجد راح تكون شوية بها شيء من الدقة، هي مجموعة الجوزاء والعذراء والحوت والجدي. الجدي ليش؟ لأنه راح يدخل القمر بالبيت اللي يسبقكم، والقمر كامل، فالطاقة راح تكون عندنا قليلة.
هاي دائما خلوها في بالكم، البيت اللي يسبق. فندير بالنا على صحتنا، ما نبدأ بشيء جديد. وهي جتي من الله جمعة وسبت، وجمعة مباركة، وإن شاء الله على الجميع يا ربي وإلهي. فنحاول أنه نحافظ فقط على وضعنا، وإن شاء الله مع لقاءاتنا المقبلة قوة الله يكون الأفضل. هذه فد نبذة بسيطة عن الوضع الفلكي بالنسبة إلى أو اللمحة إلى هالمسائل. عندنا عائشة تقول 19/5 ارتبطت ببرج الجدي. بنتي 19/5 يعتبر بين برجين، بين الجوزاء وبين السرطان. ليش؟ لأنه 20/5 تكون الشمس منطلقة إلى برج الجوزاء، فيوم 19 يعتبر فترة تترك بها الشمس برج التور دا تنتقل إلى برج الجوزاء، فيعتبر هذا الشخص بين برجين، يأخذ من الثور ويأخذ من الجوزاء. اللوك يمكن يأخذه من الثور والقوة الشخصية وأمور، وبقية الأمور أيضا أخرى يأخذها من الجوزاء. فأبو بين برجين يكون من الأبراج الثرية. ليش؟ لأنه يأخذ من البرجين، كل جماعة تأخذ من توقعاتها من برج إلا هو من برجين. فإذا جينا إلى موضوعة إلى دخولها أكثر إلى الثور، فالفترة الحالية لا ضير فيها إن شاء الله. على العيد، بعد العيد تكون الفترة مناسبة، خصوصا إذا كان المرتبط جدي. الفترة كلش حلوة إلى غاية 21/6. هذه الفترة ممكن تكون مناسبة جدا لكلا البرجين من خلال الخطبة أو الارتباط، خصوصا إذا كان الرجل من مجاميع برج الجدي، لأنه العلاقة شوية هسه فترة الجدي فترة عاطفية جدا. أما 28/11/6 أكو خلافات. مولود برج الأسد متضرر في هذه الفترة. الأسد، العقرب، الدلو، الثور، هالأبراج شوية متضررة من الوضع الفلكي. قد يكون صحياً، قد يكون ضغط عمل، قد يكون مشاكل سابقة، قد يكون أشياء تخص الأحباء، فعدهم فالجدول شوية ضاغط. ووضع الكواكب خصوصاً بالأيام الأكثر دقيقة مثل هسه اللي إحنا دنمر بيها، القمر ببرج العقرب، ومدى يكفي ذلك أنه هو أيضاً في حالة اكتمال، هذا رح ينطينا فد نوع من توخي الحذر. فالفترة مرتكزة على مولود الأسد، قدر ما يكون الجو المولود القوس متفهم، يقدر يلم الموضوع، يقدر يلم الموضوع. يعني أنا دا أعرف المقابيل شوية متأثر، أنا أحاول قدر المستطاع أنه أكون الإناء الذي يحوي ذلك الموضوع. المحبة تغلب، الأطباع إذا أكو بيها تكافؤ وتوافق تغلب. فإذا مرت فد أشياء بسيطة نحاول أنه إحنا نتجاوزها، كأن ندخل إلى بيتش نشوف شوية أكو بهاي الغرض، شوية ينراد لترتيب هذا، شوية البردة نعدلها، نسوي فد تعديلات بسيطة حتى يرجع البيت كما كان. هذه مسؤولية الأسد، ماكو شيء أثر. بس إذا الأسد ظل عصبي وظل متشنج، لا لا. أوكي. فاطمة 26/11/17 أبراج متجاورة، يعني قريبة إلى 26/10 عقرب وقوس، عقرب وقوس. يا أحبائي دائما أقول لكم حاولوا قدر المستطاع أنه ما ترتبطون بأبراج متجاورة، لأنه هذا وادي وهذا كهربائي، هذا مغناطيسي، هذا حتى ممكن أنه يكون يعني الإنجاب أحياناً عند البعض يتأخر ويسبب مشكلة، يسبب مشكلة. فيعني مو ما يصير، يصير بس يصير باختلاف، لأنه طبيعة الجسمين تختلف. يعني يمكن هذا فشي طول شرحه، لكن
يا بنتي العزيزة، يمكن رجوع ما يكون، لكن راح يكون لك رجوع للأولاد. وهسه شوفي وراح تنتهي هاي السنة وتقولين إنه إن شاء الله خير. بالنسبة إلى 23/2 و28/2 كلاهما من مواليد برج الحوت، 8/9 مولود برج العذراء، و11/1 مولود برج الجدي، وكلهم ما شاء الله أبراج حلوة، إذا من الحوت إذا من الجدي وإذا من العذراء. لكن أنا أشوف أبو 8/9 راح يكون هذا يعني هيك فشي. قولي يا ربي، وكلتنا نقول يا ربي نلتقيكم إن شاء الله على الخير والسلام. أمنياتي لكم بعطلة ولمة وجمعة مليئة بالمحبة، نوصي دائما بالمحبة والخير والسلام إن شاء الله يعم في كل المنازل وكل البيوت وكل العالم. شكري لمتابعتكم، وإن شاء الله نلتقيكم وأنتم بأفضل وأفضل وأفضل الأحوال. يا ب شكرا جزيلا الاستوديو. دخلنا من زمان كنا نسمع عليك، بس انا يعني قبل الختام، من هم قلتي ويا برج العقرب يا راس سريع، الابراج اللي ما يرتبطون بهم المجاوره، شنو يعني المجاوره؟ يعني مثلا هسه انت برج العقرب، منو يجاورك؟ يجاورك الميزان من صفحه، ويجاورك القوس من صفحه. فهذول حطيهم على صفحه، يعني ما قرب من يومهم لابد. خوش، اذا شكرا لك على هاي المعلومات القيمه اللي دائما يوميا تزودينا بها. اذا انا اقول قبل الختام فد نصيحه معينه، يلا نسمع حتى الناس تستفاد منها. احنا نقول انه اليوم الناس مثل المعادن، منهم الغالي ومنهم الرخيص، اي صح. بمعنى مثل الحديد والذهب، فعلا. لازم تعرف شلون تختار معدنك اللي هو صاحبك بوفاء، ولا تحاول انه يعني تتخلص من الاصدقاء الاوفياء، لان اليوم الوفاء قليل بهذا بس الوقت. قلت الحديد، قلت علي استاذ محمد اشر علي، خلينا نختم. اذا مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم لختام برنامجنا، على امل ان شاء الله تقضون نهايه اسبوع بعطله جميله وسعيده، على امل نلقاكم ان شاء الله يوم الاحد المقبل بحلقه جديده بنفس الزمان والمكان، معي انا حسناء شجيري ومحمود راكان. الى ذلك الحين، الى اللقاء ان شاء الله. خلص من لسانها ومع السلامه.